مشغول. السلام عليكم ويا ميت أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا ومتابعينا. اليوم فلوج عيدنا في اليابان، صح متأخرين بس عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بالصحة والعافية. محل دايسو الميتين أو ممكن نحكي زي الواحد دولار، رفيق المناسبات إلنا باليابان. أي شيء أي مناسبة عنا لازم نمر من عنده. يا جماعة بدنا نجهز للعيد، ناخذ حسنات عشان أولادي يكيفوا، أنا كمان أكيف معاهم. بس أنا آسف أنا مشغول، خلي علي يتكلم. مامي هذا كم واحد أحطه؟ نح كل شيء واحد. ماشي سويت واحدة. بلشنا نجهز للعيد قبل يومين أتوقع، وكانت المهام الصغيرة على علي ونوح زي تزيين البيت، تجهيز التوزيعات للأطفال، لأنه الإنسان بشكل عام لما يشارك بشغلة معينة بيحس إنه جزء منها، وخاصة إحنا بالغربة، فلهيك أي شيء ممكن يعزز شعور العيد عند الأطفال لازم أخليهم يعملوا. بعد هيك أنا رحت لمحل الألعاب حتى أشتري هدية لعلي ونوح حتى تكون مفاجأة، لأنه علي الحمد لله قدر يصوم 8 أيام برمضان، هاي أول مرة بيصوم فيها، ونوح طبعا الصيام المتقطع. بس أنا بلف هناك صراحة، حتى أنا شدتني الألعاب ورجعتني لأعياد الطفولة، لقيت أشياء الأبطال الديجيتال ولداي الشجاع، بس أكيد يعني ما اشتريت إشي منها، رحت أشوف إشي بيحبوه أولادي. وطبعا اكيد ما رح ننسى حلاقة العيد. جينا انا ونوح على محل الاحذية الله يكرمكم عشان نشتري له، علي ما بده بس نوح اللي بده. هيك نوح بتأكد من البوت. تمام صح ام طمن رغيف الخبز العجيب للبيبيز. خلاص يلا خلينا نروح، يلا نرجعهم شاطر. بنحاول دائما في كل عيد نوفر لأطفالنا الأشياء اللي بتسعدهم واللي بتخليهم يشعروا إنه العيد مناسب مختلفة عن كل المناسبات. لهيك قبل ما نجهز أغراض العيد بنسألهم بنتأكد بالضبط إيش اللي بدهم إياه وإيش اللي بيفرحهم. واكتشفت هاي المرة إنه علي ما بده حذاء جديد للعيد، صراحة استغربت لكن ما أصرت عليه وتركته براحته طالما هو مقتنع باللي معاه وعارف بالضبط إيش اللي بيفرحه ويسعده. وزي ما أنتوا شايفين هون فأنا بلشت أجهز أجواء الخاصة بالعيد حتى أفاجئ فيها الأولاد. السلام عليكم. يا سلام، إيش اللي معك؟ طيب استنى شوي، استنى علي، يلا فوتوا. خلص احنا بليلة العيد وانا الحمد لله اجوائي صارت جاهزة من زينة، من ضيافة، قهوة، حلويات وغيره. فاحنا عادة اول يوم عيد بنحتفل برا البيت مع العائلة والاصدقاء والمعارف، وبعدها ببلشوا يجونا ضيوف. علي مشغول جدا، هاي بلش يزين التزيين هون على كيف علي. خلينا نشوف، لساته بهندس توزيع البالونات. يلا الله يقويك. شوفوا ما شاء الله تزيين علي بجنن، علي يعطيك العافية ما شاء الله شاطر، فاجأتني. أشياء علي أكثر إشي كان صعب أنه أخلي هذا اللي زي هيك يبين، مش هيك زي يعني وجهها مقلوب صح؟ لا كله تمام، كل وجهه مبين. أنا كأم بحب الأشياء تكون مثالية وحلوة حسب معاييري أنا، لكن أطفالي عندهم معايير أخرى للجمال المثالية، لهيك بحرص أوفر لهم مجال لإبداعهم ولصنع الأشياء اللي بتسعدهم بنظرهم هم. وبينا لهم إنه التعبير عن الفرح بشعيرة العيد وتعظيمها عبادة لرب العالمين اللي أعطانا العيد كهدية بعد رمضان. هاي المرة رمضان ختامه مسك، صالح طبخ لنا آخر فترة. عشان تصور هيك اشي عفوي حقيقي. اما هي ولا الكينج الملك تبروا قشطة كأنه هو صايم. يا حرام يعطيك العافية، سلم ايديك. عيد الفطر وا اتينا لكا سويتما اساتينا لكا وا وكرا ناين
بيوم الخميس استنينا لجنة رؤية الهلال في اليابان حتى يعلنوا إذا كان العيد يوم الجمعة أو السبت، لكن طلع العيد في اليابان يوم السبت. يلا تعالوا. هذا مين؟ أي واحد تبعي؟ أي واحد تبعي؟ أي واحد تبعي؟ أي واحد تبعنا؟ لنوح هاي والأزرق العلي. كبيرة ما شاء الله. نحنح. هاي عندي ولا لا؟ ها ياه وياه. أكثر إيش المفاجأة صح علي؟ قبل ما نكمل حابة أشكر جميع الداعمين إلنا عبر السوبرشات في اليوتيوب وعبر البيبال، وطالما وصلتوا معانا لهون لا تنسوا دعمنا بالشير واللايك وسبسكرايب، وخلونا نكمل. وين البوسة؟ الحمد لله انه في الحياة عيد. الحمد لله في العديد من المساجد في اليابان ممكن نصلي فيها صلاة العيد، لكن هاي المرة انطلقنا لمسجد اسمه مسجد التوحيد موجود في منطقة اسمها تيوجي، لأنه عمة الأولاد زوجها كان الخطيب لصلاة العيد هناك. عيد الفطر مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيد الفطر مبارك من أصل زي من أصل تغني عيسى السمسرة. أما الحدث اللي صار لأول مرة بحياة أولادي بالعيد إنه حدا يمقلبهم، هو مش مقلب بالمعنى الحرفي، لكن صاحب أبوهم اللي بيحبوه كثير عمو حسن وزوجته كانوا متوقعين منهم إنه راح يجيبوا لهم ألعاب كبيرة ومتحمسين يعني، لكن اللي صار زي هيك. Okay. Can I get a hug? Thank you. This is good. This is good. Okay. Okay, now open your eyes. Let's see. Open your eyes. Now you open your eyes. وبعد الشوكولاتة فاجأتهم بالهدايا. بالمناسبة صديقتي أمريكية مسلمة، لهيك الأولاد بيحكوا معاها بالإنجليزي. Let's see. I don't know what this one is. You got me. You got me. You check. I think it's legal. You want to do it now? No attempt. He's working on his. شكرا عم حسن، شكرا خالته ديانا، احنا بنحبكوا كثير كثير. اليوم ثالث يوم العيد، فخلص مسموح يحضروا أكثر من نص ساعة. شبكنا على أبليكيشن سبيس تون جو عشان يحضروا، حطينا أكثر من 30 دقيقة من نقدر نحدد فيه الوقت. صراحة صحيح إحنا في اليابان، لكن الأنمي اللي بخلي أولادي يحضروا إشي معين بس، وبظل معاهم لما يكونوا بيحضروا عشان يعني واحد إذا شاف أخطاء إذا شاف شغلات ينبه أولاده عليها. لكن على سبيس تون جول لقيت الأشياء الموجودة أصلاً أو الرائجة نوعاً ما باليابان بحضرها للأولاد بدون ما أكون يعني خايفة عليهم أو قاعدة جنبهم بصحح، لأنه خلاص مصححينها ومجهزينها للآباء والأمهات تكون آمنة. هاي لقطات صورتها بأول يوم العيد، إحنا يعني قضينا معظم اليوم الأول من العيد بالمركز الإسلامي أو يعني بالأنشطة اللي كانت فيه. هو مركز موجود بطوكيو بجمع الجالية المسلمة وبالأخص العربية الموجودة بأنحاء اليابان، بعملهم أنشطة سواء برمضان وبالعيد ودروس وغيره. فرحنا هناك زينا، التقينا بأصدقائنا ومعارفنا وتغدينا، وبعدها رحنا توجهنا لحديقة موجودة قريبة من المركز. في مربع واحد وفي مربع ثاني.
وانت فزت. برضو عاملين بازار قريب من المسجد، في حلويات يعني من مختلف الدول، اشياء يابانيه. توجهنا كلياتنا للحديقة، هي عادة بيصير فيها أنشطة، يعني اليابانيين بيعملوا فيها أنشطة، لكن نصيبنا وقتها كان في نشاط حلو ممتع اللي هو نشاط البلالين أو الفقاقيع. الأطفال أغرموا فيه ويعني قضوا معظم الوقت حواليه، بالإضافة للأنشطة اللي كان المركز الإسلامي عاملها إلهم. وبنهاية العيد ختامه كان مسك، جت عندي أخت زوجي وتوجهنا لصديقتي أم أمير من المغرب، صراحة أكرمتني وأكرمت أهل زوجي وفاجأت أخت زوجي بهدية. عيدت علي ونوح كمان. كم أعطتك خالته؟ 2 وعلي 3. كم علي معك ما شاء الله؟ 3. شو بدك تسوي فيهم أنت وعلي؟ أنا بشتري إشي من الدرس. آه ألعاب يعني. ونوح؟ شو نحكي لخالته؟ طيب شكرا شطورين. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وبرضو أنتوا استمتعتوا بعيدكم. لا تنسوا دعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب، ودمتم بخير متابعينا.